أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم حلقة جديدة وأمسية جديدة في النادي. نواصل في حلقتنا، حلقة الأمس التي كانت مع نجم منتخبنا الوطني والذي اشتهر بنجم نجوم 70 الكابتن حسب الصغير، صاحب الهدف الوحيد في مباراة الختام التي جعلت السودان بطلا لأفريقيا لأول وآخر مرة في تاريخه. مرحبا بكم في سرد متواصل وحلقة ثانية. مرحبا كابتن حسبو، سعيدين بك، وأعتقد أنه بطولة العام 1970 تستحق أن نفرد لها مساحة بذات الأهمية، أنه نحكي فيها تفاصيل لم تحكى من قبل. طيب، 70 كان في الفريق القومي السوداني بيلعب يعني بيعد لدورة بتاع 70 دي، وبيعد لكأس العالم 72 كان في المكسيك. الوقت جات المغرب لعبت معانا هنا وغلبنا على ما اعتقد 1، ومشينا مباراة الرد ناس المغرب غلبونا في المغرب، طلعونا من التصفيات بتاعت كاس العالم. قمنا نزلنا في القاهرة لعبنا مباراة ودية الفريق القومي، المصريين غلبونا 3. قمنا نزلنا، المصريين لما غلبونا 3 قاموا كتبوا كتابة شديدة، خلاص قالوا السودان ده ما مفروض، لو ما كان منظم للدورة دي ما من الأول كان راح، وكانوا يعني نبطوا كده. وقمنا جينا نزلنا عز الدين، الراجل بكاريكاتيري هو ذاته اسمه عز الدين، زمان ده ما اظن تكوني في ناي مولوده. ف يعني نبط علينا، رسم لنا من زكي ده نازل من الطياره وشايل له قفه فيها 3 كور كده، يعني جايين من هناك المصريين غلبونا 3. قمنا جينا من هناك طوال المسح، قفلونا في بيت هاشم ضيف الله في جنب القياده. فأخذنا لنا يومين، قاموا ودونا وادي سيدنا، فريق شو ودونا وادي سيدنا، هناك الناس عسكرت هناك، بدأ إعداد وشديد. قمنا جينا تاني راجعين المعسكر هنا في الخرطوم، لأنه بكرة حتبتدي الدورة. قاموا بعد ما خلاص الناس كلها جات هنا في المعسكر ثاني يوم، حكومتكم دي ذاتها افتكر كانت جديده لنج 69، هي 69 انقلاب بتاع ناس جعفر النميري. اي ف قاموا جونا زين العبدين محمد احمد عبد القادر وجامعه ابو القاسم، يخاشين المعسكر، الناس قاعدين في المعسكر. وايام ديك في هو كان وزير الشباب والرياضه؟ ايوه. والوقت ذاك في العربات هانتر دي جات جديده من انجلترا في النقل، جو قالوا تغشيل الكاس ده كل واحد بده عربيه. العربية شنو بتدون لها، ما في حاجة اسمها عربية، عربية قدر الضربة. فالمهم يعني في أثناء قاعدين كده جاء الرئيس نميري ذاته، بعد النماذج غنوا غناء ونديكم عربيات وعمل وعمل، الرئيس جاء قام قال شدوا حيلكم انتوا الدورة دي في بلدكم،
وأبقوا قدر المسؤولية، وربنا يوفقكم والسلام عليكم. طلع ما قال أكثر من كده نهائي، ما اداكم أي وعود ولا قال بديكم ولا أجيبوا لكم، طوال طلب الله فات. وبدينا الدورة، بدينا اللعب، يعني بدينا اللعب، والناس ذاتها يمكن كانت منسجمة انسجام يعني كويس، وكانت الناس كلها مغدرة الظرف اللي بتمر بيه الكورة في البلد يعني. ويمكن ها البطولة الوحيدة الكبيرة شال السودان هي بتاعت 70 بتاعت أمم أفريقيا. فبعد ذاك الناس ابتدت تلعب في اللعب. احكي لنا عن مباراة الافتتاح. الافتتاح طبعا هو كان مزدوج في مدني وفي الخرطوم. في الخرطوم ما في شيء كثير كده يعني. نحن اول حاجه مباراتنا كانت مع ساحل العاج ولا مع ياهو ساحل العاج، مباراتنا معاون الاولانيه نحن خسرنا فيها. الكره الثانيه مع اثيوبيا نحن غلبناها. الكره الثالثه مع الكاميرون نحن غلبناها. فبقينا نحن طوالي خشينا في المجموعه الثانيه. ناس مدني هناك برضو المصريين غلبوا، وغانا غلبت كويس. تاني جينا تعبنا لما بيجي بيطلع بيجي الاول والثاني من كل مجموعه. جينا برضو هنا لعبنا مع المصريين غلبناهم، طلعنا برا. الغانيين غلبوا ناس ساحل العاج. قمنا بعد ذاك المباراة بتاعتنا الفاصلة بيننا وبين غانا. قبل مباراة غانا خلينا نمشي فاصل ونجي راجعين. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونجم منتخبنا الوطني الكابتن حسبو الصغير توقفنا في المباراة الفاصلة، المباراة النهائية اللي فاز فيها السودان وأحرز الكأس. المباراة كانت أمام غانا. نعم المباراة كانت أمام غانا، واليوم ذاك السودان ده كله كان جاهز. يعني اي زول خلى شغله جاي في دار الرياضه عشان يشجع السودان، عشان السودان لعبت في دار الرياضه ام درمان، يعني ما في استاد الخرطوم. لا خرطوم استاد الخرطوم. نعم استاد الخرطوم. فالناس كلها السودان كله ومعجزين كمان يعني. فجات انت كنت اساسي في البطوله دي ولا كنت بتلعب احتياط المباريات الاولى يعني التصفيات؟ لا انا لاعب اساسي. والدوره ذاتها هي 5 مباريات يعني. نعم. لعبنا كله 5 مباريات. الـ5 مباريات دي شاركوا فيها لاعبين 4 ولا 5 لاعبين، ما غيرنا كله. انت انا وعبد العزيز عبد الله حارس المرمى وجيمس وجيمس نجم الدين والليسيد. نجم الدين غير مع سمير لانه ديلا كانوا ممكن يكونوا الاثنين لعبوا مباراة كلها، لكن اصطدموا مع بعض. فتحوا هنا في الجبهة. سمير طلع، نجم الدين طلع، خش الدحيش وخش معاون تاني.
عوض عوض كوكا. فديل الناس اللي لعبوا المباراة، لكن الناس اللي في المعسكر كلهم لعبوا وكلهم شاركوا، والماء الماء الماء لعب يعني كان استعداده للشدة كبير، يريح الزول ذاته اللي بيلعب. طب احكي لنا عن احساسكم انتم كلاعبين يوم المباراه. ما يوم يوم المباراه جا الرئيس قال الكلام اللي قلته ده. ايوه. فالناس بقت في يعني الناس اللي قاعدين كده بنتونس في الحته بتاعت الكوره دي، الكوره ومن الكوره. فيعني انا قلت لهم والله يا اخواننا الليله السودان ده بقى حاجه خطيره خلاص. يعني البطولة دي اللي انتوا شلتوها انتوا بقيتوا احسن ناس، مش احسن ناس في السودان، ما عنده علاقة بالسودان. أيوة. احسن ناس في افريقيا. يعني انتوا بتبقوا البطل بتاع افريقيا، كل افريقيا دي كلها انتوا البطل بتاعنا. خليك من انك انت عايز يعملوا ليك ولا يدوك ولا 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 ولا، لكن انا بفتكر الشيء ده يعني يمكن اي لاعب بعد ده قال انا الكلام اللي قلته ده اي واحد كمل عليه طوالي بشنو بعد الكلام. نحن لازم نشيل الكاس ونحن لازم نحصل مننا كده. يعني الناس كانت مليانه حماس زايد كلام الرئيس مشان على كده الكوره، وفعلا قد كان يعني يمكن الناس قعدت لعبت كوره كبيره تمام. يعني يمكن المشجعين اللي كانوا بشجعوا الناس الطرفيين في الخرطوم لغاية حدود الجزيرة، الناس دي ما كانت من يوم شغولة ده طلعت ولا في ناس رجعت مشت هالي إلا بعد الكورة انتهت بالليل. جمهور كبير. حكي لنا عن الهدف. التشجيع كان بوضع شديد، يعني بدي الناس أدى الناس حماس ودافع شديد. طيب احكي لنا عن الهدف اللي انت احرزته. اي بس هو يعني المشكله بتاعت الهدف ده لغايه الهدف ده فيه كلام لغايه باكر فيه كلام كثير خالص خالص. احنا دارين نسمع الكلام منك الحقيقه. اي والغريبه اللي قالوا اللي سيد جاب الجول، كل سيد يلعب ليه الكوره ويجي جاري ثاني الكوره محل لعبه ليه ده يجيب جول. يعني الباص كان من الباص اللي جاب منه الهدف كان من تمريره من الاسيد. التمريره هي من الاسيد، الناس من هنا المفروض يقتنعوا، ما ممكن الاسيد ده يلعب الكوره من هناك ويجي الحاجه بيجي يعني ولا شنو؟ الغريبه الكوره بتاعت الجوندي اي هي الكوره اتلعبت من ورا لقدام للنص، لعبت للطرف. فالطرف يعني عشان الناس تبقى واضحه هسه، الناس بيشوفوا هسه. الناس بيشوفوا عشان نوصف الموضوع ده عشان نبقى واضح. ايوه لما تعرضي في التلفزيون يبقى ياهو. من الجهه الشرقيه اللي هي على الخرطوم الانجليه بهناك، وفي سينما الوطنيه الخرطوم، اللعب ده كان اللعب في استاد الخرطوم. ايوه فاللي سيد اتلعبت الكره لغايه الجناح الرايت وهو جناح رايد، مشى هناك وعكس الكوره، الكوره عدت من جكسا وعدت من الناس دي طوالي. يعني ما في واحد ادى اشاره. طوال الكوره عدت انا طوالي لما وصلت انا ضربتها طوالي. برجلك؟ اي طوالي ضربتها في الجون. ضربتها في الجون يعني يمكن الواحد لما يجيب له جون كبير زي ده عايز يبتهج ونطط بتاعه هنا، انا ما قدرتها. يعني نطيت ده ما قدرتها لانه اللي كانوا الناس اللي حواليني ناس غانا ديل حكايه زي العمالقه كده يعني.
بعدين لما انتهت الكوره قلت له والله يا اخويا لو شفت الناس دي كلهم جو وقعوا فوق زي الوقعه دي ما ادخل كوره عشان اشوف الكوره اجيب جول. ده طبعا يعني قمه الانضباط من لاعب برغم فرحته باحراز الهدف لكن حريص انه برضه ما يدخل فيه هدف يعني. بالضبط. وده عشان من هنا انا برضه في ناس كثيره قالت ومصره انه الجون يعني حتى انا الجون جاتني معلومه بانه عدل الجون والجون ذاته رقم 100 في المسجل في الفيفا اي رقم 100 في سجل يعني البطوله الافريقيه اي بالنسبه للبطوله الافريقيه من لما اللعبه اللي لعبوه الناس والاصابات تخش في فعرفت السعادة عشان انا الحته بتاعت الهدف دي عشان انت صححت المعلومه عشان تبقى ثابته للناس اللي يعني عندهم لسه لغط في الموضوع انه الهدف احرزه حسبه بتمريره من الاسد. انا اعتقد انه ده اغلى هدف حتى الان سجل في تاريخ السودان. احنا سعيدين انه بنسمع من اللاعب الكبير اللي احرز الهدف. اعتقد انه ما في يعني بالنسبة لنا إحنا أغلى من كده. إحنا سعدنا بك بهذه الإفادات للتاريخ من لاعب كبير جيل كبير في تاريخ السودان صنع حدث كبير وإنجاز كبير غير مسبوق ولم يتكرر. التحية لك ولكل من تبقى من اللاعبين من جيل 70 أطال الله في أعماركم والرحمة والمغفرة لمن رحلوا عن دنيانا. والتحية لكل الذين شاركوا في صناعة هذا الحدث الكبير بطولة 1970. نتمنى من الله عز وجل أنه يجعل هذا الحدث يتكرر في التاريخ القريب ويكون خير زاد للاعبين الآن هذا التاريخ الذي صنع في العام 1970. شكرا كابتن حسبه. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. لكم أفضل وأجمل وأرق التحايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.